السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو راح أفصل نقطة تطرقنا لها في الفيديو اللي تكلمنا فيه عن بعض النصائح لمكافحة حرارة الصيف وحماية النباتات من الحر. تكلمنا عن نقطة اللي هي توفير الظل حق النباتات. فعندي هني هذه المساحة فيها 5 نبتات فلفل، فلفل تباسكو، نفس الفلفلة اللي يصنعون منها الشطة أو الفلفل الحار المشهور، نفس نوع الفلفل. فاللي حاب أسويه إنه لأن هذه المنطقة فيها تنقيط، فالجذور راح تتم رطبة في مياه تنزل للنباتات بشكل مبرمج، يعني بشكل أوتوماتيكي. ولكن حاب إنه شوي أساعد النباتات وأحافظ عليها للموسم الجاي، فما أبغي أبذر فلفل مرة ثانية في هذه المساحة. فاللي راح أسويه إني راح أول شيء راح أقلم هذه النباتات، راح يصير تقليم جدا شيء جذري، يعني بشكل كبير راح أقلمها، وبعدين راح أوفر لها بعض الظل باستخدام نوع التور أو القماش الأخضر اللي يستخدم في البنيان ونحصله في محلات مواد البناء. فمثل ما احنا شايفين عندي هذه النبتة، فاللي راح أسويه إني راح أقلمها تقريبا إلى حد هني، فراح أزيل هذه كلها. طبعا الفلفل راح أحصده منها، فالفلفل ما راح أخسره. هذه الأغصان الضعيفة اللي صايرة تحت راح أزيلها بالكامل. دائما لما نقطع نحاول نبحث عن مثل ما ذكرنا الغدد اللي تكون يا الى الاطراف او الحل الامثل انها تكون الى الخارج. بهذا الشكل تكون. فمثل ما احنا شايفين التقليم صار الى هذا الشكل، الى هذا الحد. الفكرة من التقليم ان احنا نخفف الضغط على النبتة في الصيف، لان مثل ما احنا عارفين ان التبخر او مثل ما جسم الانسان يعرق فيخسر الماء عن طريق الجلد، نفس الشيء النبتة لما تشتد الحرارة او عموما التبخر يصير من اوراق النبتة. فلما نقلل كمية الأوراق اللي موجودة فوق الضغط على النبتة يقل، لأن نسبة التبخر تقل في النبتة أيضا. فراح أقلم البقايا وراح ننتقل إلى الخطوة اللي بعدها. الخطوة الجاية اللي هي أني راح أحط هذه الأنابيب أو البيبات في الزوايا الأربعة، راح أثبتها داخل الطابوق، وبعدين راح نثبت الشبك فوقهم. فمثل ما احنا ملاحظين خلال 5 دقائق او اقل قدرت اوفر ظل حق النباتات بمواد بسيطة. طبعا انا خليت هذه الجهة من التور او القماش نازلة من هاي الجهة، لان الشمس اول ما تطلع من جهة الشرق عندي هني، في هذه الجهة اول ما تجي الشمس، فاغلب الوقت من تطلع الشمس الى ان تكون يعني فوق الراس النباتات راح تكون مظللة إلى أن تبتدي تنزل، فيجيها شوي نور من الجهة الثانية. فهذه طريقة سريعة أن أنا ممكن أسهل مرحلة الصيف عندي على النباتات اللي حاب أحافظ عليها للسنة الجاية. شيء أيضا ممكن أسويه على أساس أن أساعد النباتات أن تتحمل الصيف، مثل ما ذكرت أنا عندي هني صفين من التنقيط، ولكن ممكن أساعد بشيء أكثر اللي هو أن أحط طبقة تقريبا 2 إلى 3 بوصة من الأوراق الجافة، أو إذا عندي سعف ممكن أقصص السعف وأحطه وأحط طبقة إنه أغطي التربة، وهاي يساعد على تبريد الجذور وأيضا احتفاظ بالرطوبة في التربة، فهذه يساعد جدا، وأيضا مع الوقت يبتدي يتحلل ويغذي للتربة. فهذه
هذه ايضا ممكن نسويها. انا حاليا ما عندي اوراق اقدر استعملها فما حطيتها، ولكن اذا صار عندي اكيد راح استخدمها. فاتمنى ان استفدتوا من هذه الفيديو، بالذات ان الحين احنا داخلين شهر 6 والحر بده يزيد شوي، فنحاول ان نحافظ على نباتاتنا بقدر المستطاع. فاذا في عندكم اي سؤال او اي استفسار ممكن تتركونه في قسم التعليقات، وان شاء الله راح احاول اجاوب اسئلتكم باسرع وقت ممكن، واشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي. في امان الله.